دونك الحكومه واعيه بالمساله ديال الشباب. الان هاد 17000 واش مغاربه ولا ماشي مغاربه؟ واش هاد 17000 الان اللي معنيين بهذا الموضوع ديال المباريات ديال التعليم واش مغاربه ولا ماشي مغاربه؟ مغاربه. واش حاصلين على دبلومات وحتى هما كيقلبوا على العمل؟ كيقلبوا على العمل. ماذا فعلت وزاره التعليم؟ وزاره التعليم انطلقت من واحد الوضعيه اللي والبارح داك منتدى دافوس كيعطي للمغرب 138 في التعليم، كيكلاسينا 138، يعني رقم مخيف. اليوم الجميع يتحدث عن اصلاح المدرسه العموميه، غيتقال لك واش غير السن اللي غيصلحها؟ لا ماشي غير السن، غيصلحها مجموعه ديال الاجراءات اللي الحكومه تشتغل عليها وعندها فيها رؤيه ملي تمشي للنموذج التنموي الجديد. وتبغي تاخذ استاذ وتستثمر فيه على مستوى التكوين وتحسن ليه وضعيته في اطار ما تم التوافق، في اطار ما تم يعني الحديث عنه في الفتره السابقه، قلنا ديك الزياده اللي غنزيدوا رجال التعليم. هذا هو علاش جا هذا المقتضى باش ناخذوا واحد المجموعه ديال الاساتذه اللي حتى الاستثمار الى الدار فيهم على مستوى التكوين والاستثمار يعني على 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 مستوى التكوين المستمر غادي تكون فائده بالنسبه لبلادنا، غتكون فائده بالنسبه للمدرسه، وغادي نمشيو لواحد المعضله اجتماعيه عندنا خطيره هي ما عندناش مدارس الانصاف والجوده. تفاوتات خطيره اللي عنده شي شويه الامكانيات كيقري وليداته في ظروف معينه والمدرسه العموميه تئن وتحتضر. كاين اللي باغي يربط هذا الموضوع بالموضوع ديال وراه يمكن الدوله تتوجه نحو انها تمشي في الاتجاه ديال تولي غير 30 عام في الوظيفه اطلاقا. ولكن ملي كنشوفوا مجموعه ديال القطاعات تختار قطاع ديال الصحي باش يديك طبيب خصو يكون عندك كذا ويكون عندك كذا ويكون عندك كذا، القطاع ديال ما عرفتش الهندسه خصو يكون عندك كذا وكذا وكذا، وهذه المدرسه العموميه ما يسول فيها تحد، ما يختار لها تحد، ما يقلبش شي واحد على العناصر اللي عندها واحد الرغبه اولا، وهادشي علاش تقالت داك لا فوكاسيون الموهبه، ويكون عندهم واحد المستوى معين. اليوم الاحصائيات اللي موجوده 30% من التلاميذ اللي عندهم 15 عام ما تيعرفوا يقراو، ما تيعرفوا يكتبوا، ما تيعرفوا يحسبوا، ضعف في الحساب وفي القراءه وفي 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 الكتابه. 15 عام هذا فين غادي؟ خص واحد الشجاعه سياسيه، شي واحد خصو يديرها. نأجلوا هذا الورش هذا حتى 2027، مدخل ديال هذه الاصلاحات هذه اللي كاينه اصلاحات مرتبطه بالمناهج، كاين اصلاح ومجهود غادي تعمل على مستوى الديانات ديال المدارس، كاين اصلاح غادي تعمل على مستوى الموارد البشريه والاستثمار، ثم هناك اصلاحات اخرى مرتبطه بظروف النقل وبظروف الاطعام في المدارس العموميه. واش هذا الموضوع قانوني ولا ما قانونيش؟ الطبيعي هو انه يكون فيه نقاش مجتمعي، وراه فيه نقاش مجتمعي. وسمعنا اصوات، سمعنا اصوات تقول بان هذا الموضوع هذا غير دستوري غير قانوني، انا غنشرح. وسمعنا اصوات كتقول بانه الاستثمار في الاساتذه اللي في عمرهم اقل من 30 سنه مريح ومفيد للتربيه اكثر من الاستثمار في حاجه اخرى. دونك كاين واحد النقاش في المجتمع. دابا الان النظام الاساسي ديال الاكاديميات تعرفوا بانه ماشي قانون ماشي مرسوم ماشي قرار، ماشي قانون ماشي مرسوم ماشي قرار، هو عباره عن موقع ما بين وزير الماليه ووزير التربيه الوطنيه، خصو يتصلح يصلحوه، تصدر فيه تغييرات الدار. ولكن من الناحيه القانونيه هذا موضوع سليم، والحكومه ما عندها حتى مشكل انها تسمع النقاشات المجتمعيه في هذا الموضوع هذا، وكلشي يتكلم ما كاين حتى مشكل، وهذا هو اللي خصو يكون، لانه النقاشات حول هذه القضايا هذه يجب ان يطفو ويجب ان يستحضر غير نتفقوا على مساله واحده، شنو هي المصلحه اللي بغينا لهذ البلاد، وشنو هي المصلحه اللي بغينا للمدرسه العموميه، وشنو هي المصلحه اللي بغينا لذاك الولد الذي يعيش في منطقه لا يعرف ولا ما عرفش